أهلا بكم. انتقادات كثيرة كانت تواجه الأداء مجلس الشورى المصري قبل ثورة 25 من يناير، ثم تضاعفت هذه الانتقادات بعد الثورة، إذ طالب البعض بإلغاء هذا المجلس على إطلاقه، فيما رأى آخرون أن هذا المجلس يمكنه أن يؤدي دورا كبيرا من خلال تحوله لمجلس شيوخ بضمانات ومعايير أخرى، يؤدي دوره في بحث القوانين وفي لعب دور مجلس الخبراء ربما كما يعتقد البعض. لكن الواقع أن جدلا أكبر يدور حول توقيت الانتخابات التي تقررت أن تجرى حول مجلسي الشعب والشورى في توقيت واحد، مع اختلاف الانتخابات بين القوائم النسبية والقوائم الفردية، وهو ما دعا البعض على الأقل إلى تأجيل هذه الانتخابات لوقت لاحق، أو حتى تأجيلها إلى ما بعد وضع الدستور حتى يحسم الجدل حول بقاء مجلس الشورى من عدمه. حول هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع، ومعي كذلك الأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد. أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. في البداية أحب أن أستطلع رأي حضراتكم فيما يتعلق بمجلس الشورى والجدوى من بقائه أو مطالبات البعض بإلغائه. هل هو مجلس معدوم الفائدة، معدوم القيمة، عبء على الحياة السياسية كما رأى بعض النشطاء، أم أنه يمكن أن يفعل ويلعب دورا كبيرا؟ وأبدأ من عند حضرتك. بالنسبة لمجلس الشورى، الجدل يعني بدأ بالرفض والموافقة حول المجلس، وما زال وسيستمر. لكن مجلس الشورى عندما نشأ كان له دور محدد بعيد تماما عن الدور التشريعي، يعني هو ليس له دور تشريعي حقيقي. المطالبين ببقائه يريدون أن يفعل دوره التشريعي، لكن هو مجلس إذا استمر فهو مشكلة، وإذا ألغي فهو مشكلة. نتحدث عن الإلغاء والمشكلة التي ستنشأ عن هذا. مجلس الشورى هو الذي ورث أموال التنظيم السياسي الواحد الذي كان يسمى الاتحاد الاشتراكي العربي، وهذا التنظيم عنده مجموعة كم كبير جدا من الأموال يملكها الآن مجلس الشورى نفسه. الاتحاد الاشتراكي العربي كان يملك الصحف القومية، الأهرام، الأخبار الجمهورية، الأهلال. مجلس الشورى هو الذي يملكها الآن، وبالتالي مجلس الأعلى للصحافة يدار من خلال مجلس الشورى. نعم. إذا ألغي مجلس الشورى فهذه الأموال أين ستذهب، والصحف القومية أين ستذهب؟ يعني صحيح البعض بيرى أن ملكية هذا المجلس للصحف القومية هو أحد الأسباب المطالبة بإلغائه. نعم، هو هنا قبل المطالبة بإلغائه في هذه الزاوية حل مشكلة هذه الصحف القومية، هل ستتحول إلى ملكية خاصة أم ملكية تعاونية إلى آخره. وكذلك هذه الأموال لا يمكن إضافتها لميزانية الدولة، ولا يمكن عودة الاتحاد الاشتراكي العربي، وبالتالي يعني هل المشكلة الوحيدة هي مشكلة متعلقة بالأموال؟ المشكلة الوحيدة الآن لمجلس الشورى، بعيدا عن أي دور تشريعي علشان ما نضحكش على الجمهور، هو ملكيته لأصول في الدولة لا بد من التصرف فيه. نعم. إذا تم التصرف في هذه الأصول مجلس الشورى لا قيمة له. يعني من الناحية التشريعية، من ناحية دراسة القوانين، من ناحية أدوار أخرى كان يقوم بها في الحياة السياسية، أنت لا ترى أي مبرر لوجوده فيما إلا ما يتعلق بإدارة هذه الأصول؟ نعم، من الممكن أن تقوم بهذه الدراسات المجالس القومية المتخصصة، وهيئات كثيرة جدا في الدولة تستطيع أن تقوم بعمليات الدراسة. نعم. مجلس منتخب لا بد أن يكون له دور تشريعي. نعم. وبالتالي يكون مكمل للقوانين. في بعض الفترات قالوا ان لازم القوانين المكمله للدستور الذي لابد ان تعرض عليه. نعم. هذه المساله لابد ان تحسب، هل نحن في برلمان بغرفه واحده ام برلمان بغرفتين؟ وبالتالي اذا برلمان بغرفه واحده يكفينا تماما مجلس الشعب، ومجلس الشورى يذهب الى حيث يريد الشعب المصري. رأي حضرتك في هذا الكلام استاذ عصام؟ اقدر اقول ببساطه شديده انه مجلس الشورى عبء على الموازنه العامه للدوله. مجلس الشورى من بدايه نشاته نشا بشكل خاطئ، نشا في اطار صفقه سياسيه في اجريه 1980 في تعديل نص الماده 77 من الدستور المصري. نعم.
الرئيس الأسبق الرئيس السادات حب يغير الدستور المصري بحيث أنه يسمح له بأنه يجدد مدد في نص المادة 77. كانت النتيجة أنه يعدل نص المادة الثانية في الدستور المصري اللي كان بتقول الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، فضل لها الألف واللام وتصبح المصدر الرئيس للتشريع. على الجانب الآخر كان مقابل ده ان هو يعدل نص الماده 77 اللي كانت بتتكلم عن مده رئاسه واحده تجدد لمده اخرى انها تبقى مدة. لم يكتفي التيار اللي عقد معاه الصفقه في وقتها، فطلبوا منه انشاء مجلس الشورى على اساس ان القران الكريم بيقول وامرهم شورى بينهم، وعشان يقدروا يقولوا لشبابهم ان احنا حققنا مكس. فنشا مجلس الشورى بغير اختصاصات. يعني الطريقه اللي نشا بها طريقه خاطئه. فكانت النتيجه ان هو عبء على الموازنه العامه للدوله، بيكلفنا تقريبا 400 مليون جنيه سنويا بدون اي فائده. هل ترى انه كان يقدم اي شيء للحياه السياسيه؟ لم يقدم. اول تعديل اضيف لمجلس الشورى كان في التعديلات الدستوريه اللي ادخلت في 2007 بجعله في 137. انه المواد القوانين المكمله للدستور تعرض على مجلس الشورى، وده مش ابدا ده عبء، خاصه وان احنا عندنا مجالس قوميه متخصصه فيها كل الخبراء لو احنا بنفكر ان يبقى عندنا خبراء. بالاضافه كمان ان هذا المجلس بيعين تلت اعضاء رئيس الجمهوريه او المجلس العسكري ايا ما كان المسمى. ففي النهايه انت مش بتعبر فعلا عن اراده الجماهير، لانه لو بنعبر عن اراده المواطن المصري يبقى الانتخاب حر. طب يعني هي البعض بيرى انه قد يلعب دورا في احداث التوازن فيما يتعلق بالبرلمان القادم الذي سيتم انتخاب عنه وفق الاعلان الدستوري، سيتم انتخاب جمعيه. لن يحدث لسببين، لانه احنا مقيدين. اولا الانتخابات يجب ان تجرى في وقتها، وتجرى في وقتها ليه؟ لانه المجلس العسكري ألزمنا في نص المادة 41 من الإعلان الدستوري على أن الانتخابات تجرى في وقت واحد. ليه تجرى في وقت واحد؟ لأنه اللجنة اللي هتشكل لوضع الدستور المصري هتشكل من مجلس الشورى ومجلس الشعب في وقت واحد وفي خلال 6 أشهر. لو احنا كنا عايزين المجلس ده يبقى ليه اختصاصات، كان تبقى نعمل الدستور أولا ونحدد اختصاصات للمجلس، وعلى أساسها المواطن ينتخب المرشح طبقا لهذه الاختصاصات. لكن مش بعد ما انتخب المجلسين ادور على اختصاصات ليهم. شيء طبيعي انه انا بابقائي على نسبه 50% عمال وفلاحين وبابقائي على مجلس الشورى واجراء الانتخابات اولا معناها ان انا حبقي على مجلس الشورى وحبقي على النسبه. ليه؟ لانه من غير المنطقي ان احنا هننتخب مجلس شورى وبعدين ناخد منه 50 في الجمعيه العموميه اللي هتعمل الدستور، يلغوا نفسهم بعد كده وبعدين نقول له الغي نفسك، لا يمكن هيحصل ده. او ان انا انتخب 70% او 80% من مجلس الشعب القادم من العمال والفلاحين وبعدين اقول لهم الغوا نسبه ده. لا، العمليه صعبه جدا، ويبدو ان هناك رؤيه للابقاء على هذا المجلس بغير اختصاصات او باختصاصات شكليه. لماذا؟ يعني ايه في راي حضرتك الرؤيه اللي بيستند ليها من يدعو الى بقاء مجلس الشورى؟ حقيقه الامر مفيش هناك اسباب منطقيه للابقاء على مجلس الشورى، لانه امتى ابقي على مجلس؟ لما يكون هذا المجلس مهمته التشريع والرقابه ورسم السياسات العامه ومراقبتها. احنا اللي عندنا مجلس لا بيقوم برقابه ولا بيقوم بتشريع ولا ليه سياسات عامه، وكل ما في الامر انه اللي ما بنقدرش نسكنهم في مجلس الشعب بنجاملهم ونسكنهم في مجلس الشورى. ده اللي كان بيتم حقيقه، اللي ما كنتش لانه هل هذا شيء غير قابل للتطوير؟ يعني هل نقص على وضع كان سيئا وكان مليئا بالعيوب سواء في مجلس الشعب او مجلس الشورى؟ لما يكون مجلس الشعب مبرئا من العيوب هو الاخر، لكن هل القياس على ممارسه سلبيه تجعلنا نشطب على اشياء قد يمكن تطويرها واعاده؟ لا، الامر الطبيعي الاول ان انا يبقى عندي رؤيه وعندي استراتيجيه فبعمل مجلس على اساسها. انا لا عندي رؤيه ولا عندي استراتيجيه لمجلس الشورى، وما زال حتى هذه اللحظة الدولة مصممة على هذا المجلس بنفس الاختصاصات دي. كان في إمكاننا وإحنا بنعمل الإعلان الدستوري إن إحنا نضيف اختصاصات جديدة. المعارضة المصرية حاولت خلال 30 سنة الأخيرة إنها تعدل في ذلك. في 2007 لما تم تعديل 34 مادة من الدستور، كل القوى السياسية طلبت بتعديله وجعله زي نظام مجلس الشيوخ السابق قبل الثورة، لكن لا حياة لما انتوا نادي. طيب احنا نريد ان نشرح حتى لمشاهدينا الفرق بين مجلس الشيوخ بالشكل الذي يطالب به البعض وبين مجلس الشورى بشكله الحالي الذي نص عليه. باختصار شديد انه مجلس يكون له اختصاصات تشريعية. هذا المجلس مجلس الشورى المصري ليست له اي اختصاصات تشريعيه. احنا هل لا تتعارض هذه الاختصاصات التشريعيه مع الغرفه الاخرى في البرلمان وهي مجلس الشعب؟ كيف يمكن لا ما تتعارضش، بدليل ان احنا كنا لما قالوا ان القوانين تعرض على مجلس الشورى، كل ما في الامر ان اكتسبنا بعض الخبرات من بعض الخبراء المتخصصين اللي موجودين داخل مجلس الشورى، لانه مجلس الشعب ربما يكون بيعبر حقيقه
عن المواطن المصري في انتخابات حرة نزيهة، لكن مش بالضرورة ان هو يجيب خبراء متخصصين. صحيح. عشان كده احنا عندنا مشكلة في المجلس اللي جاي، لان احنا المجلس اللي جاي لما تبقى القائمة تبدأ بعامل، معناها ان احنا عندنا 70% او 75% من المنتخبين في مجلس الشعب القادم وفي مجلس الشورى القادم من العمال والفلاحين، اللي احنا هننوط بيهم انهم يعملوا دستور لمصر يحكمها 50 سنة او 100 سنة متقدم. فمهمتنا انه نحدد الاول احنا عايزين من مجلس الشورى ايه. مش ننتخب مجلس الشورى وبعدين نقول. لكن حضرتك اشرت الى النقطه مهمه، ان مجلس الشورى كان يقوم في الفترات السابقه وعول عليه البعض في جبر هذا النقص فيما يتعلق بالخبراء في تشكيل اللجنه الدستوريه، وليس على الاطلاق زي ما حضرتك اشرت قبل كده فيما يتعلق بالمجالس القوميه المتخصصه. الا يعطي هذا مبرر ولو حتى مرحلي للابقاء على مجلس الشورى، بحيث يمكن ان يعوض النقص في اوجه الخبره التي قد لا تسفر عنها الانتخابات التي تعبر عن اراده شعبيه، عن توازنات سياسيه او ما الى ذلك؟ لكي يفعل مجلس الشورى ذلك لابد كما قال الأستاذ عصام أن تكون لدينا رؤية. نعم. إحنا العربة محطوطة أمام الحصار، وبالتالي هننتخب مجلس الشورى ما نعرفش صلاحياته إيه، أو الصلاحيات الموجودة هي الصلاحيات الماضية، هننتخب مجلس الشعب وما فيش صلاحيات جديدة، وبالتالي إحنا شغالين في ظل النظام القديم. دي أخطر حاجة إحنا فيها. النظام القديم علشان اللي الثورة طالبت بإزالته وبناء نظام جديد كان يحتاج رؤية جديدة. رؤية جديدة يعني وضع قواعد وأساسات لكل المؤسسات، مؤسسة المجلس الشعب، المؤسسة التشريعية، يعني غرفة واحدة ولا غرفتين. الغرفتين على فكرة للمواطنين بتيجي في الدول المعقدة، فيه دول بسيطة ودول معقدة. احنا دولة بسيطة، دولة بسيطة يعني دولة واحدة، أرض واحدة، عبارة عن محافظات، غير زي في دولة معقدة زي الولايات المتحدة الأمريكية، ولايات فبيجي يعني فيه علاقات فيدرالية، وبالتالي فيه مجالس وزراء للولايات إلى آخره، أو جمهوريات مع بعضها. فهنا بيجي فكرة مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ علشان يعبر عن هذه الولايات. إحنا عندنا عاملين غرفتين متداخلين في الصلاحيات، وبالتالي المجلس الشورى في هذا الوضع عبء. لكن احنا في وضع صعب، الدستور السابق والمواد التي تم عدلت ثم الاعلان الدستوري ابقى على المجلس. نعم. علشان نعمل دستور لابد من اجتماع اعضاء المجلسين المنتخبين. اذا احنا داخلين غصب عن الجميع على انتخاب مجلس الشعب مجلس الشورى، وبالتالي الرؤية الخاصة بتطوير مجلس الشورى هي رؤية تالية لانتخاب مجلس الشورى، وده وضع صعب جدا. نعم. أنا طبعا مع إذا كان هناك ضرورة لمجلس الشيوخ أن تكون له صلاحيات تنتمي لفكرة الخبرة. حيث تتحدث عن المستقبل، وأنا كنت سألتك فقط عن المستقبل القريب جدا وهو يتعلق بانتخاب الجمعية التأسيسية. نعم. للدستور، والتي خلاص أصبح في حكم فيما يتعلق بالإعلان الدستوري أنه سيتمخض عنها المجلس التشريعي. مجلس الشعب لن يسفر بالضرورة فيما يتعلق بعدد الأعضاء المنتخبين فيه بأن يكون مثلا هناك خبراء يمثلون الجوانب المختلفة. نعم. التي يمكنها أن أو حتى ربما تغيب قوى سياسية. ألا يمكن استغلال الثلث الموجود بالتعيين في مجلس الشورى لجبر هذا النقص إذا حدث في الانتخابات؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الجمعية التأسيسية التي ستتشكل أو سيشكلها من أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين. وبالتالي إحنا لا مجلس الشعب مع احترامنا لكل المرشحين اللي هم لسه ما ترشحوش لا هيجيب خبراء، ولا مجلس الشورى هيجيب خبراء. بل سينتج صراعا خطيرا جدا. ولذلك الانتخابات القادمة من الممكن أن تفتح الباب أمام مستقبل مشرق لمصر، ومن الممكن أن تغلق هذا الباب مرة أخرى. لأن كل القوانين وكل المواد الدستورية وكل القوائم التي أعلنت حتى الآن والدوائر بتقول انتخابات مجلسي الشعب والشورى في وقت واحد. نعم. بنظامين، نظام قوائم ونظام فردي ودوائر متداخلة ومعارضة. الدوائر ده احنا هنبدأ أمثلة كمان طبعا لوجستية في إجراء الانتخابات. رهيب جدا. المواطن البسيط أو المثقف هيقف في اللجنة الانتخابية يقعد ساعة مش 5 دقايق، علشان قدامه 4 صناديق هيعلم على ورقة بتاعت القايمة النسبية بتاعت مجلس الشعب، وورقة بتاعت القايمة النسبية بتاع مجلس الشورى، وورقة بتاعت الفرد المجلس الشعب، وورقة بتاع الفرد المجلس الشورى. أكثر من ذلك
الدايرة الفردي بتاع مجلس الشعب مش هي الدايرة الفردي بتاع مجلس الشورى، الدايرة القايمة بتاع مجلس الشعب بقفها بتاع مجلس الشورى، لخبطة خطيرة جدا يعني أخشى أن تعرقل العملية الانتخابية نفسها. ده في 12 صندوق كمان في اللجنة. 12 صندوق. طبعا القاضي هيشرف على 3 لجان كل لجنة بأربع صناديق، يبقى في 12 صندوق. نتصور بقى لو دخل 12 شخص في توقيت واحد ولو كل واحد خد دقيقتين يبقى احنا وعندنا من المتوقع ان عندنا 50 مليون مصري مقيدين في الجداول الانتخابيه لهم حق الانتخاب، نتصور ان احنا عايزين 3 ايام متتاليه حتى يضمن كل ناخب ان هو يدلب صوته، ده مستحيل. طب يعني النهارده التصريح اللي اصدره اللواء ممدوح شاهين فيما يتعلق بان القانون سيصدر في سبتمبر المقبل، مؤكد ان هذا الجدل الذي يعني ما هوش جدل سري وبتتداول وسائل الاعلام منذ فتره ومعروض على الراي العام، كيف يمكن تجاوز قانون الانتخابات الذي سيصدر في سبتمبر المقبل؟ يا سيدتي قالوا لنا ان هم هيعدلوا قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 72 بالتوافق مع القوى السياسيه، واتفاجئنا ان صدر قانون صادر على حق القوى السياسيه في انه يبقى في عندنا انتخابات حره نزيهه من خلال قوائم نسبيه مغلقه تضمن تغيير ذهنيه المواطن المصري عشان نقلل من العنف اللي متصور انه هيبقى في انتخابات. فاتفاجئنا بان انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى في يوم واحد، وانا متصور ان احنا داخلين على حرب. الانتخابات القادمه عباره عن حرب، ان احنا نعمل 50% معناها ان انا هجيب بواقي الحزب الوطني والعائلات والقبليه والعصبيه اللي موجوده في مصر وشراء الاصوات. على الجانب الاخر انا ما حققتش الميزه اللي انا كنت محتاجها من ثوره 25 يناير ان يبقى في انتخابات برامج بين قوى سياسيه عشان اضمن تغير في المجتمع، ده مش موجود في الوقت الراهن. مشروع القانون نفسه موجود مع الاستاذ محمد اهو، الدوائر مختلفه جدا، دوائر صعبه جدا. مشروع القانون المفترض ان يصدر في سبتمبر. تسريبات الدوائر صعبه جدا جدا سواء على المستوى الفردي او مستوى القائمه. صعبه جدا انه المواطن المصري لما يخش ينتخب بتاع الشورى عن بتاع الشعب، الامر مختلف جدا. يعني انا اتوقع ان ما دام هناك تسريبات حدثت في الغرض منها عرضها على الراي العام لابداء الراي فيها، فاظن ان المساله هل مازال ما في. عايز اقول لحضرتك بامانه شديده، اللي عايز يعرض على الراي العام يجيب مشروع القانون ويعرضه على الراي العام. المؤسسات نفسها. احنا عندنا في مصر دلوقتي تقريبا عندنا حوالي 60 حزب، هم دول المنوط بهم تغيير الحياه السياسيه في مصر في المرحله القادمه، ومطلوب مشاركتهم لازم اعرض عليهم البرامج. هم اصحاب لدينا الان العديد من العقبات، لدينا صعوبه لوجستيه في اجراء الانتخابات في يوم واحد. طبعا. لدينا صعوبات متعلقه بالدوائر واختلافها. لدينا الفكره التي جاءت في المجلس في الاعلان الدستوري من ضروره اجراء الانتخابات في يوم واحد وفي وقت واحد للمجلس. لا، الاصعب ان لازم يعمل انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى عشان ينتخب جمعيه تاسيسيه. كيف يمكن التغلب على كل هذه العقبات اللي بعضها يعني يكاد يبدو مستحيل؟ هذا سؤال صعب جدا، لان ده يرجعنا مرة تانية لفكرة ان احنا نرسم الملعب الاول، يعني يتم وضع الدستور الاول وبعد كده تجرى الانتخابات. احنا خلاص سلمنا، رفعنا الراية البيضاء وقلنا عشان ما يحصلش انقسام في المجتمع، عشان ما يحصلش عندنا يبقى عندنا تنظيمات سياسية اسلامية وتنظيمات سياسية غير اسلامية فنفتت المجتمع المصري اللي بنيانه اساسا على الدولة المدنية، ارتضت القوى المدنية في مصر انها تصل الى حل وسط وهو الاتفاق على مواد ضابطة او ضامنة او سمها ما شئتي انه تضمن انتقال سلمي للسلطة، ومع ذلك لا هذا تم ولا ذاك تم. الانتخابات في موعدها، وانا اقدر اقول ان الانتخابات القادمة حرب بمعنى الكلمة، معنى ذلك انه عشان تحصل حرب ان ما يبقاش عندنا انتخابات. هل حضرتك تتوقع ان يتم التعديل على هذه المساله؟ وفي يعني ربما كانت بعض الامور غير واضحه ويعني لم تكن واضحه في ذهن من اتخذ القرار او المشرع. هل الان مع تصاعد هذا الجدل تتوقع ان يتم التعديل على هذه القرارات، ولا ستجد من يعترض ويقول ان هناك التزام وهناك خارطه طريق تم وضعها ولا يمكن تجاوزها هنا؟ فليكن هناك التزام بخارطه الطريق وفقا للاعلان الدستوري وان الانتخابات تبقى في يوم واحد. المجلس العسكري اساسا، وانا أوجه ندائي إليه من خلال هذه القناة، عليه أن يتخذ قرارات مصيرية، لأن الانتخابات إذا تمت بالأوضاع الحالية بالقانون اللي نصه قايمة ونصه فردي وفي يوم واحد، لن تكون هناك انتخابات آمنة تنقل البلاد من حالة النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي، وبالتالي التحول الديمقراطي فيه خطر بناء على هذا. لا يعني الاقتراحات التي ظهرت في الإعلام وفي الصحف بتأجيل مجلس الشورى لا يحل المشكلة،
يعني المسألة هل يمكن قانونيا أساسا تأجيله بعد أن ورد النص واضح وصريح في الإعلان الدستوري؟ لا لا يمكن، لا يمكن إلا بمعنى أن الانتخابات مجلس الشعب في يوم وتاني يوم انتخاب مجلس الشورى، يعني في متزامنة برضه، مش في سنة في النهاية. هو ملتزم من إيه؟ بجمعية تأسيسية في خلال 6 أشهر، هو في 6 أشهر. يعني هنا حطنا في مدى زمني وحطنا في مكان واحد اللي هو الدائرة الانتخابية أشتغل فيها، وهي مش ملعب واحد، أنا بلعب ماتش كورة بين الأهلي والزمالك، بس أنا عندي ملعبين، عندي هناك دوائر متقطعة زي طبعا عندي مثلا مثال واحد القوائم النسبية لمجلس الشعب في الجيزة اللي احنا قاعدين فيها 3 دوائر، دائرة الجنوب، دائرة الوسط، دائرة الشمال. لمجلس الشورى الجيزة كلها دائرة واحدة. الدوائر الفردية 4 مراكز او 4 اقسام، في مجلس الشورى 8 اقسام الى اخره، يعني في مصر يعني وفي القاهرة كذلك، وفي كل مكان كذلك. وبالتالي المواطن اللي بينتخب يعني مش عارف بينتخب مين، وبالتالي هتبقى غير الفردي موجود، والفردي موجود يعني المال والعصبية والعنف، القائمة نفسها اللي كنا بنقول انها تبقى يعني. هل تتوقع ان يكون هناك يعني بعض يراهن مثلا ان او يعني يتخوف من ان يكون هناك عدد من الاصوات الباطلة، فيما عدد كبير لا يستهان به بسبب هذا التعقيد الشديد جدا في اجراء العملية؟ ستكون هناك اعداد بالالاف او بالملايين، لان في 50 مليون لهم حق التصويت. ستكون هناك في الريف وفي الاحياء الشعبية بل وبين المثقفين اصوات كثيرة جدا باطلة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا مش خايف من الاصوات الباطلة، انا خايف من الحرب الاهلية. انا خايف دلوقتي في مال يعمل من الان، وفيه بلطجة وفيه انفلات امني، وبالتالي انا اتوقع واتمنى ان يخيب هذا التوقع ان هذه الانتخابات لن تكتمل، لان الانتخابات على 3 مراحل. نعم. المرحلة الأولى ستظهر عنفا يعني غير مسبوق، وسيسقط قتلى إذا استمر هذا الوضع. هذا الكلام وهذا الكلام في هذا الاتجاه. نعم. ألم يدفع الكثير من الشارع، من قوى الشارع المصري اللي خرجت في 19 مارس تصوت بطوابير طويلة، التخويف من العنف الذي سيصحب الانتخابات سيؤدي لإحجام الكثيرين عن التصويت يا أستاذ؟ أنا لا أخوف، أنا طبعا أتمنى، أنا عندي تصورات إن في جانب على المجلس العسكري وجانب على القوى السياسية. بالنسبة للمجلس العسكري لابد من إعادة النظر في القانون. نعم. إذا لم يحدث إعادة النظر في القانون خطر شديد. الإلحاح من فكرة أن الانتخابات سيصاحبها عنف زي ما حضراتكم بتقولوا، ألن يدفع الكثيرين للإحجام، وبالتالي التيارات المنظمة وحدها هي التي ستخوض الانتخابات وتلعب فيش في ظل العنف القائم؟ لا فيه تيارات منظمة ولا غير منظمة، العنف سيطال الجميع. العنف إذا استمر هذا الوضع، إحنا عايزين بنرسل رسالة تحذير واضحة خوفا على بلادنا عشان المستقبل. إحنا عندنا حلول سهلة، ولكن عايز قرارات صعبة. هل تجد الرسائل من يستقبلها في هذا الوقت الضيق الذي تبقى على الانتخابات التشريعية؟ على صنع القرار أن يستجيب. نعم. يعني هو منوط به، هو بيمثل المجتمع المصري، بيمثل الإرادة المصرية في الوقت الراهن، ولديه الشرعية الدستورية، ولديه الشرعية الثورية، ولديه شرعية الأمر الواقع. نعم. كل هذه الشرعيات تسمح للمجلس العسكري باتخاذ قرارات تنصف هذا المجتمع. نصف دقيقة. نعم. على المجلس العسكري أن يتخذ قرار بإعادة النظر في القانون، أن يكون بالقائمة النسبية، احنا عايزين الانتخابات. نمرة اثنين، على القوى السياسية أن تجعل هالانتخابات القادمة انتخابات غير تنافسية بل انتخابات توافقية. إذا تم قانون القائمة النسبية من المجلس العسكري ثم القوى السياسية انتخابات توافقية غير تنافسية، سننقذ البلاد من عنف محقق وأكاد أراه أمامي ويظهر في الشوارع من زمان. على كل الأحوال هي سيناريوهات تتصورها القوى السياسية للمعركة القادمة، فكيف ستؤثر هذه السيناريوهات والتحذيرات على صانع القرار فيما يتعلق بالقانون المزمع أن يصدر في سبتمبر المقبل؟ كيف سيبدو آراء أو ستبدو آراء الشارع السياسي حول هذه القضية، حول هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه، ضرورة بقاء مجلس الشورى أم عدمه؟ ننتظر أن نستمع إلى آرائكم أنتم مشاهدين على صفحاتنا التفاعلية، يمكنكم المشاركة حول هذه القضية على صفحاتنا، وننتظر الاستماع إلى آرائكم.
إلى اللقاء بعد فصل قصير يعقبه موجز لأهم وآخر الأنباء مع دينا موسى.